الأستاذ الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات والتنمية، مؤلف كتاب السيسي صانع الأمل، مصر تودع العشوائيات. أهلا بك يا دكتور صلاح، وصباح الخير يا فندم. شكرا شبي، أهلا وسهلا. يمكن الكتاب عنوانه واضح وأعتقد يعني أن رسالته واضحة جدا. إزاي حضرتك كنت بتحاول توصل رسالة من خلال هذا الكتاب؟ ويمكن كلنا عاصرنا الإنجازات دي، ولكن الكتاب أكيد ليه سبل معينة أو أسس معينة. صحيح. من خلال حضرتك حبيت توصل رسالة للناس كلها. نعم فندم، بس أتكلم يعني على شقين، إن دائما بعد الثورات والانتفاضات والهزات الشعبية بيبقى قدام الدول حاجة من الاثنين، إما صعود بلا سقف أو هبوط بلا قاع. الدولة المصرية تعرضت طبعا بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو لأنه إما تصعد بلا سقف أو أنها تهبط بلا قاع، وبالتالي مصر اختارت أنها صعود بلا سقف. وأول مستويات الصعود هو استعادة الوجه الحضاري للدولة المصرية. الوجه الحضاري تم تشويهه عبر سنوات كثيرة جدا من خلال نتوءات سرطانية في الوجه الحضاري للدولة المصرية، شوه صورة مصر على مستوى المحلي وعلى مستوى الدولي. إني طبعا بدأت وسائل الميديا والإعلام والسينما والدراما تقدم هذا الوجه المشوه إلى العالم، وده أثر بشكل أو بآخر على البناء القيمي للإنسان المصري وعلى طريقة تفكيره وعلى عقليته وعلى درجة الانتماء والاستمتاع بالحياة، وكمان أثر على ملفات أخرى زي ملف السياحة وصورة مصر كقوة ناعمة دوليا. وبين نقارن ما بين مصر لما كانت بتظهر بصورة حضارية جميلة، كان يمكن القاهرة رابع أجمل مدينة على مستوى العالم في الأربعينيات، ثم نيجي نصدر أفلام سينمائية تشوه هذا الوجه ودول أخرى تأخذ مننا هذه المكانة. يعني كان كتابك يا دكتور ردا على هذه الصورة اللي هي غير منطقية بالنسبة للبلد. أول حاجة الرد بشكل معين أن مصر قادرة على استعادة الوجه الحضاري من خلال القضاء على ملف صعب جدا هو ملف العشوائيات. بس هل الكتاب هو بقوة السينما أو بقوة الدراما؟ هو طبعا الكتاب عبارة عن وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، بتقول لهم ماذا قدم هذا النظام في فترة إنسانية وتاريخية صعبة للدولة المصرية، كنا فين وبقينا فين. فهو قارن ما بين الأرقام والصور، جبنا الصور قبل التطوير وبعد التطوير، كنا فين وبقينا فين. احنا كنا بنتكلم عن 226 مدينة في مصر فيها عشوائيات، مدينتين بس اللي ما فيهمش عشوائيات في مصر، 252 منطقة غير آمنة في مصر والباقي غير مخططة. انت يعني اتكلم على العشوائيات دي بقى، الاسكندريه رقم واحد 12.5% من من الكتله العمرانيه في اسكندريه عشوائيات. نسبه العشوائيات في مصر بتكلم من 40-45% من الكتله المعموره، يعني بتكلم عن السكان بشكل معين 40-45% من المساحه الجغرافيه لمصر مناطق عشوائيه. اكثر من 20 مليون مواطن مصري بيعيشوا في مناطق غير امنه. تخيل بقى ان هذه المناطق تحولت الى مفارخ بتفرخ إجرام وتفرغ جريمة ومخدرات ودعارة وكل ده. وشفنا طبعا في الدراما قدمت سينما الواقع هذا المشهد العبثي لما يحدث في هذه المناطق. ده إداني أشعر بالمسؤولية أن أقدم للأجيال القادمة المجهود، لأنه كان من أصعب ملفات. إحنا في 2021 أعلنت مصر أنها خالية تماما من المناطق غير الآمنة، ورؤية مصر 2030 هتكون مصر خالية من المناطق غير المخططة مع الخلخلة السكانية. ممكن نتكلم بقى إزاي إحنا قدرنا نواجه هذا الملف الصعب جدا.